ولأن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. يقدم أخبار الاقتصاد محمد عبدالله. تفضل محمد. شكرا سحر وشكرا إيمان. مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها تفاضل حاليا بين عدد من أفضل أنظمة التداول العالمية للتعاقد معها العام المقبل، كما تستهدف إطلاق مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضافت إدارة البورصة أن التعاقد مع مجموعة ناسداك لاستخدام نظام إكستريم للتداول سينتهي العام المقبل، مشيرة إلى أنه تجرى دراسة لعدد من الأنظمة الأخرى، منها نظام ميلينيوم ببورصة لندن للتعاقد معه أو استمرار التعاقد مع بورصة ناسداك. كما أكدت إدارة البورصة أنه يجرى حاليا العمل على اختيار عدد من الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تمهيدا لإطلاق مؤشر يعمل وفقا لمبادئ الشريعة، وذلك بهدف ترويج المؤشر عالميا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تفضل الاستثمار في هذا النوع من الأدوات المالية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة نصف نقطة مئوية لتبلغ $86.81 للبرميل، بينما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة نصف نقطة مئوية أخرى ولتصل ل $83.19 للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.23% لتصل إلى $3.11 للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% لتصل إلى $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رحبت فرنسا بنجاح عملية سحب النفط من الناقل الصافر قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر وزوال الخطر الوشيك بحصول تسرب نفطي. كانت عملية سحب أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة قد بدأت في أواخر يوليو الماضي، وذلك وفقا للأمم المتحدة بعد تهديد بتسرب نفطي كان سيلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وبموارفئ حيوية ومجتمعات كاملة تعتمد على الصيد للعيش. أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية أن محصول البلاد من الحبوب هذا العام يتجاوز التوقعات وربما يكون أكبر 5% من العام الماضي. وأوضحت وزارة الزراعة الأوكرانية أن محصول القمح أكثر من المتوقع بفضل أحوال الطقس الجيدة وهطول أمطار في الصيف. عقدت مجموعة العشرين اجتماعا على مستوى وزاري لبحث ملف الفساد، وخلال الاجتماع الذي عقد افتراضيا أكد رئيس الوزراء الهند ناريندا مودي رئيس المجموعة أن بلاده تنتهج سياسة صارمة في مكافحة الفساد. وأضاف مودي أن الهند تستفيد من التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية لإنشاء نظام خاضع للمساءلة، مشيرا إلى أن الفقراء والمهمشين هم الأكثر تضررا من انتشار الفساد. نهاية أخبار اقتصاد. من جديد أعود إلى سحر وإيمان. شكرا لك محمد عبد الله.